عليكم. كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم عندنا مباراة سبهان الايراني والهلال السعودي في الدوري الستاش من دوري ابطال اسيا. باذن الله بالتوفيق لزعيم اسيا الهلال السعودي. سلامات سلامات. ايش فيه؟ ضرب بلاهي. كرت الماتش. ايش فيه؟ بس كرت لو سمحت احمر لو سمحت. ان شاء الله المباراة هذه نتمنى ما يكون فيها اي اصابة لاي لاعب هلالي ولا اي كرت احمر. يا مخرج كرت ازرق. هذا كرت ازرق. لايكاتكم واشتراكاتكم، نبغى نوصل المقطع هذا ل10,000 لايك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ. وهو مقطع اليوم برعاية جي شوك، ماركة ساعات معروفة وممتازة. رابط متجرهم في الوصف تحت، واشكرهم على هذه الرعاية. يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا الاسيست. والله قلنا ما شاء الله. انا قلت ما شاء الله، انت تقول ما شاء الله على نفيز وعلى سعود. سعود لسه ما سوى شيء يعني، انا ما حسدته. بسم الله بسم الله ما شاء الله. سعود قلت بسم الله، نزلت الملعب شكله نسي. الله يهدي. نصيحه مني لكم، اذا بتبدا شغلك تبي تلعب تبي تاكل قول بسم الله عشان ربي يبارك لك ويوفقك. الله اكبر يا سالم، الله اكبر يا سالم. كانت ان تكون اول اهداف المباراه للهلال. اوه يا سالم سبت المترو، مترو كان براسه بوم هدف ما شاء الله. هذا هدف سعيد حكم. اوكي سبهان الاصفر واسود الاتحادي. بس لا حبيبي ما في اوفسايد. لا اله الا الله على كميه جماهير اللي حاضرين المباراه ذي. والله على بالي اوفسايد ما في. يا مخرج لقطة مية واضحة يا مخرج، نبي نشوف سايد ولا يا مخرج. والله تسديدة صاروخية. طيب انا كيف اشوف انه هذا اوفسايد ولا؟ كيف نعرف لو سمحت يا مخرج؟ والله تسديدة صاروخية. لسه في وقت. لو هدف صحيح لسه في وقت. ان شاء الله الهلال قادر. الحكم قال جول. ان شاء الله الهلال قادر. باذن الله الهلال قادر انه يحرز التعادل وهدف الفوز. والله انا خايف المباراه هذه حيكون فيها كرت احمر. انا خوف فيها المباراه حيكون فيها اصابه وحيكون فيها كرت احمر وحيكون فيها مهرجان وحيكون فيها حفله. الله يستر من هذه المباراه. بس يلا اخر هجمه، اخر هجمه ان شاء الله باذن الله قبل ما ينتهي الوقت الاصلي والاضافي في المباراه. ان شاء الله يستطيع الهلال ان يحرز الهدف. اذن أذن أذان العشاء عندنا بمدينة جدة، وأوصي نفسي وأوصيكم بالصلاة. الله يجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء يا رب العالمين. مع الأذان يجعلنا الله يسعدنا دنيا واخره يا رب العالمين. انتهى الشوط الاول بتقدم سبهان على الهلال بنتيجه 1-0. باذن الله الهلال قادر باذن الله الشوط الثاني ان يحرز التعادل والفوز باذن الله. لايكاتكم واشتراكاتكم الى نادي الشوط الثاني. سالم تبريره مالكم لميترو وكره. يا اله الله اكبر هدف. الله اكبر. معلش اكلم اخويا. الله اكبر. في ايش قاعد ترمي؟ انتبهوا يا لعيبة الهلال، هذا زعيم اسيا، هذا الزعيم ما شاء الله. ما في اوفسايد، ما في اوفسايد. الله يا التمويه والاسيستات اللي كانت بين مالكوم ومترو. الله الهدف. انا كل ما احد الحكم رافع الرايه بس لا ان شاء الله ما في شيء، ما في شيء. هذا صحيح. الله عليكم باذن الله فوز. هذا مسك كره بيده. شوف شوف اللاعب مسك كره بيده. لا لا صح. شوف مسك بيده بحسب راسه. لا لا لعيب ذا، هذا خطير، هذا ممثل، هذا مو لاعب. الحكم يقول تشيك فار. اسمع يا حكم اسمع، مشيها مشيها. الله عليك حكم اسطوري. الله الحمد لله انه هدف. في واحد سحب مترو وجهه طيحه. انا ما ابغى ضربه جزاء لا لا، انا مستغرب هذا مين اللي طيح مترو وجهه. كيف هذا الدبابه الحربيه ما شاء الله طاحت. احذر. لا 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 لا. ربي ستر ربي ستر. هذه كانت كره هدف، هذه كانت كره هدف. ربي ستر. شوف كيف ندمان. ان شاء الله ان شاء الله فوز هلالي باذن الله. صراحه الهلال ليس في افضل حالاته اليوم صراحه، يعني الهلال افضل من كذا. ما ادري ايش في اليوم، ما ادري ايش في اليوم، ما ادري ايش في اليوم. ولا عشان اصفر واسود. ما الومهم ما الومهم. اصفر واسود يعني مسبب الرعب شويه للهلاليه يعني، ما الومهم صراحه. هي هي باذن الله، هي باذن الله. رجع. الله اكبر. هذا الوجات. الله هذا الوجات. يا الله هذا الوجات. الهلال تحسن، الهلال افضل، والهلال يقترب من هدف التقدم.
الله، كانت عرضية وكانت بخطأ إنها تكون في الباب. بإذن الله خطأ، مو خطأ، متعمد غير متعمد. إن شاء الله هدف هلالي، هذا اللي نبغاه. طيب يا مخرج، الحكم يشوف اللقطة وإحنا ما نشوف؟ يعني إيشي؟ الحكم بس اللي شاف، إحنا ما شفنا اللقطة. ممكن يا مخرج تورينا اللقطة؟ إيشي؟ يعني ما يبغون نشوف، يعني ما يورونا إنه في كرت أحمر على سبهان ولا لا؟ طيب يا مخرج، طيب يا مخرج، الحكم شاف الفار لوحده، هو إحنا ما شفناه، أوكي تعال، وحيقرر لوحده على هذا الشيء، إن شاء الله أحمر، بالله دي أحمر، وللمخرج أحمر، إيوه حكم أحمر، والمخرج، المخرج يبغى أحمر، المخرج يبغى كرت أحمر، أوكي، المخرج كرت أحمر، هذا الحين سوي إيش شيء، إيش شيء، إحنا ما شفنا كرت أحمر. توكل على الله، الله معك. ويا مخرج القم القم، ما تورينا القم دحين. مين طالع يا مخرج؟ الله ينتقم من شيطانك يا مخرج. يا اخي ورينا ورينا شيء من التبدع يعني. لا اخرج هاي الحارس طايح. شجح الحين مخرج على اللقطة، في واحد جاي يضارب مع سالم الدوسري وفي قوارير قاعد ترمى على سالم الدوسري. أتمنى من الاتحاد الآسيوي اتخاذ قرار على هذه. كم قارورة ترمت؟ 1 2 3 4 5 6 والله ماني شايف ولا واحدة، بس قاعد أنا شفت واحدة والله. طيب والله بس واحدة. طيب يلا نسامح نسامح، إذا خسر الهلال والله ما نسامح. هي هي سافيتش سافيتش، شوف كيف الندم من سافيتش. شوف انا كورة هدف، يلا يا سافيتش. والله عرضية بريك ولا اروع، عرضية ما شاء الله بالملي متر، يعني الاهلي الراسية خطيرة. لا تثبت ثبت وفجر فجر تفجير. يا الله يا سافيتش، يلا يلا معوضين 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 ان شاء الله. رامي الريبيان متوتر جدا. الله 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 الله. لا تعليق لا تعليق على هذه المناظر، لا تعليق على هذه المناظر. هذه ما كنت تسويها ايام رضا شكر وسام مولد، ما كنا نشوف هذه الاشياء. الله يرحم ايامكم يا رضا شكر وسام مولد. بس يا اخي نيفيز نيفيز ما شاء الله لا قوه الا بالله. سامع حتى فهد العتيبي يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما شاء الله ممكن افضل نجم في اللقاء اليوم نيفيز. ما شاء الله لا قوه الا بالله عليك نيفيز. ما شاء الله ما شاء الله الهدف. الريمونتادا الهلالية وليش؟ انا كنت اتكلم ان اقول مترو اليوم مو ظاهر في المباراة، لكن حاب يوريني يقول لي انا السفاح الدبابة الحربية لازم اضع بصمتي في كل مباراة. ما شاء الله لا قوة الا بالله، ولكنه في مدافع طلع معاه، طلعوا اثنين سوا بوب. والله بس عرضية السعود، الله عرضية السعود، الله ما شاء الله بوب. وكويس طلع مع ذا لانه هذا مستفزني. رقم 9 رقم 9 هذا مره كان مستفزني. 9 من الهلال و9 من سبهان، لاعب الهلال مترو يثبت انه هو اللاعب رقم 9. الله عليك الله الهدف بوب. ما شاء الله لا قوه الا بالله، من تقدم لسبهان لتعادل لريمونتادا هلالية في الوقت بدل الضايع. إنه زعيم آسيا، إنه زعيم آسيا يا سادة. ما شاء الله عليكم. يلا ضيع وقت ضيع وقت، طيح 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 ومدريش. يلا ضيع وقت يا جماعة الخير ضيعوا. سبهان الإيراني كان قاعدين يضيعوا لاعبيه الوقت وتمثيل، الآن خليك تضيع الوقت وتمثيل. ينفعك انت هو هاي إلقم انت هو. لو يجي الثالث لو يجي الثالث لو يجي الثالث لو يجي الثالث. يا الله والله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يرحم دان. ما شاء الله يا هلال، والله ما توقعت. ما شاء الله يا هلال، ما شاء الله يا زعيم آسيا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والله أبطال والله أبطال، الزعيم لا يخذلك. شو الله عرايك، ما هذه الثقة؟ من أين لك بهذه الثقة يا عبد الله حمدان؟ وبكل هدوء تحرز الثالث للزعيم. الهلال حيفوز وحيتأهل، وبإذن الله الاتحاد حيفوز على نبخور ويتأهل، وحتكون مواجهة آسيوية بين عميد آسيا وزعيم آسيا. وبإذن الله الفائز معروف مين حيكون، الاتحاد وحيتأهل. أنا آسف يا هلالية، بإذن الله حفوز عليكم وحطلعكم بطولة آسيا. بس تعالوا لنا.
تعالون ايوه تعالون انا ماني خايف الاتحاد يجمد. انتهت المباراة اللهم لك الحمد بفوز هلالي بثلاث اهداف مقابل هدف لسبهان. الحمد لله فوز هلالي مستحق والف مبروك للهلال وجماهيره. لايكاتكم واشتراكاتكم. السلام عليكم.